بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك زميلي إسلام وعلى كل مستمعي أو مشاهدي قناة التناصح. حياك الله. أولا وقبل ما نبدأ نتكلم على الأوضاع الميدانية، نعزي كل أهالي بنغازي وكل الدوار في ليبيا في فقدنا للشهيد عصام المغربي. بداية طبعا لو أنت سألتني على الأوضاع الميدانية في عمارات 12، الكل يعرف أن الأوضاع شبه صعبة، وهي ممكن عمارات 12 آخر منطقة يسيطر عليها الدوار في المحور الغربي طبعا بدون المحاور الأخرى، ولكن آخر منطقة هي منطقة عمارات 12 اللي يسيطر عليها الدوار، في حين أن قوات حفتر تحاول السيطرة على المنطقة بشتى الطرق، يعني شبه يوميا دك للمنطقة بالمدافع الثقيلة بكل أنواع الأسلحة وكذلك القصف الطيران الأجنبي. طبعا قصف الطيران الأجنبي هذه هي قصة يحاول الكثير من أتباع حفتر نفيها، ولكن تأكدها المواقع أو الصحف الأجنبية، وكذلك في بخصوص اليوم في خبر بهذا الخصوص، أكيد عندكم زميلي إسلام عن صحف نشرت عن طائرات أجنبية تسلم لحفتر لقصف منطقة أو لاستعمالها في القصف في جميع مناطق ليبيا. كذلك الثوار يحاولوا مازال يحاولوا أنهم يحافظوا عن أو يحافظوا على العائلات، أو قوات المجلس تحاول أن يتحافظ على العائلات وتبعد فعلا مناطق اشتباكات، ولكن كل ما يعني قوات حفتر تتقدم في منطقة أو أن هي تحاول تسيطر على المنطقة سيزيد الضغط على الثوار، وكذلك يزيد الضغط على العائلات المحاصرة. نعم. طيب زميل ترهوني، بالأمس كما أشرت لقينا نبأ استشهاد مراسل مركز السرايا السيد عصام المغربي رحمه الله، أنت كنت دائما على تواصل معه، حدثنا كيف كان التواصل معه؟ طبعا نترحم عليه ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء، لولا أن الظروف اللي خلتني يعني يكون خارج مدينة طرابلس، لاني كنت معك في الاستوديو اليوم زميلي اسلام، يعني كنت يعني الموضوع الموضوع كبير هلبا، يعني يحتاج ان احنا لازم نتكلم، وهذا اللي طلبت يعني الشرط ان نتكلم معاكم ونكون معاكم في نشرة اليوم بخصوص الشهيد عصام المغربي. في رسالة دائما عصام كان بيوصلها ويحاول انه يوصلها، وحاول انه يكون معنا في اكثر من نشرة في الفترة الأخيرة، يعني في الفترات الأخيرة حاول انه يكون معنا في اكثر من نشرة، يبي يخرج معنا في مداخلة، ولكن الكل يعرف الظروف اللي يمر بها المنطقة الموجود فيها عصام المغربي. عصام المغربي الشهيد عصام المغربي كان متواجد في منطقة عمارة 12، وهذا اللي العالم كله أو حتى قوات حفتر يشهدوا بهذا الموضوع، كان يكلم فينا من منطقة قنفود. كنا نتواصل مع عصام المغربي من بداية الحصار اللي كان يعني الحصار اللي كان موجود على العائلات في منطقة قنفودة السكنية، من لما كانت العائلات حوالي 130 عائلة محاصرين في منطقة قنفودة ويدق فيهم الطيران وكذلك المدافع. كان دائما عصام يتواصل معنا إن بدون من غير حتى من غير الأوضاع الميدانية، كذلك ينقلنا في أوضاع العائلات، يحاول إن هو يوصلنا بالعائلات، وتوصلنا مع أكثر من عائلة من منطقة قنفودة عن طريق عصام المغربي. كان يعني عصام دائما يحاول ان هو يوصل صوت هذه العائلات يعني بعيدا حتى عن الوضع الميداني، وقصة ان هم الشباب الموجودين في المجلس هم شباب بنغازي، يحاول انهم يسترجعوا مدينتهم، يعني هذا الامر الطبيعي جدا، ولكن مع ان يحاول ان هم يرجعوا مدينتهم، ولكن كانوا يعني حتى العائلات مش كل العائلات الموجودة كانت عندهم في منطقة قنفودة طب يعني مثلا للمجلس او ان هي داعمه للمجلس، وكنا نتواصلوا حقيقه مع عائلات كانت تبي يعني رافضه للمجلس وكانت تبي قوات حفتر، ولكن الغريب في الموضوع ان هي ما كانتش تقدر تطلع لقوات حفتر، لان عارفه القصه اللي حفترهم او عارفين مصيرهم كيف حيكون عند قوات حفتر، ولكن قصه ان عصام المغربي كان يحاول انه يوصل بعيدا عن الوضع الميداني، زي ما قلت لك كان الوضع الانساني بالنسبه لي مهم جدا، يحاول انه يوصل اوضاع العائلات، يحاول انه يوصل رساله للعالم كله، ويعني نقدر نقوله ان مركز السرايا طبعا بشبابه قبله كان استشهد قبله سفيان، كنا كذلك على تواصل مع سفيان نسال الله ان يتقبله، وكذلك اليوم او امس استشهد عصام
في القصف اللي تم عليه. نعم. المنطقة. نعم. طيب أختم معك زميل عبد الرحمن بهذا السؤال. أنت تحدثت عن بقية العائلات الموجودة في منطقة جنفودة. نريد الأوضاع، هل لديك معلومة عن الأوضاع الإنسانية التي يعيشون عليها الآن، وهل هناك مبادرات لإخراجهم من منطقة جنفودة؟ طبعا زي ما قلت لك زميل إسلام، نحن ممكن نكون خارج القناة في الفترة هذه لأسباب معينة، ولكن وإننا خارج طرابلس، ولكن قاعدين على تواصل دائم مع الثوار في بنغازي وفي عمارة 12، وكذلك مع العائلات. طبعا العائلات، وضع العائلات احنا مش هنتكلم عليه، يتكلم عليه العالم، العالم كله يعرف بوضع العائلات الموجودة في منطقة جنفودة. وضع كارثي جدا، يعني حتى كيف نقول لك، يعني حتى عيب على المسؤولين اللي موجودين في الدولة حاليا من كل الأطراف. يعني طبعا دائما يكونوا ان كل مسؤول مسؤول عن العائلات في جنفودة هو اللي وصلهم لهذه المرحلة. ولكن هذا عن الأوضاع العائلات. أما عن المبادرات، فوفاة عمر أشكال يوم الأسبوع الماضي سببت ربكة كبيرة جدا في المبادرات بخصوص العائلات، لأن المبادرات أغلبها كانت من أجل، يعني كان السبب فيها عمر أشكال، مش لعمر أشكال نفسه يعني، ولكن لأنه هو الوحيد اللي تهتم به قوات حفظ. أما باقي العائلات فبالنسبة لهم كأنه مش موجودين، ولكن عمر أشكال نفسه هو اللي حيساعد في خروج العائلة، أو حيكون معهم في خروج العائلة، لأن عمر أشكال رفض خروج إلا مع العائلة، وكان ما يبيش يطلع للمنطقة الشرقية، لن نعرف كان ما يبيش يطلع للمنطقة الشرقية، كان يبي يطلع عن طريق البحر ويمشي المنطقة الغربية ومعاه العائلة. ولكن كانت أكثر من في أكثر من مبادرة لإخراجهم، كانت واحدة منهم أمس اللي أعلنت عليها قوات الخاصة التابعة لقوات حفتر، أعلنت إن هي حتكون أو إن هي حتخرج العائلات أو حتخرج جثة عمر أشكال، ولكن أخرجوا فيديو لربما لو قلنا ممكن في إحنا شروط قادمة نعرضوه، إن الفيديو غريب جدا. في البداية شخص يتكلم، شخص ملتحي يتكلم ويقول إن هو احنا تو حنمشوا، وقفنا وقف في وقفة اطلاق النار، حنخشوا ناخذوا جدة عمر أشكال والعائلات ونطلعوا. بعدها بشوية يجيبوه يقول لا احنا ما قدرناش ناخذوهم لان تمت الرماية علينا على بعد متر او كيلومتر محاسب مجال، على بعد مسافة ما قدرناش احنا نخشوا لمنطقة العمارة 12، لان القوات الخوارج اللي صفهم طبعا بين قوسين وصفهم بالخوارج، ولكن في حين اللي صفهم بالجيش الليبي هو اللي ساعد انه هو يخش لمنطقة عمارة 12. عصام المغربي كان دائما، او اخر رساله او اخر تواصل كان بيننا وبين عصام المغربي من حوالي اسبوع، قال لنا ان كل المبادرات فاشله. في شخص ما ذكرش عصام، ولكن قال في شخص كان دائما يقف عائق في اخراج العائلات. قال في اكثر من مبادره، ويتواصل معنا من اكثر من اعيان، واكثر من قبيله تتواصل معنا، واكثر من منظمه، واكثر من جهه، والعائلات وحتى العائلات كانت تتواصل مع الهلال الأحمر، والهلال الأحمر يبي يخش يخرج العائلات أو يخرج العائلات من منطقة جنفودة، ولكن في شخص أو في جهة تمنع فيهم. طبعا هذا بخصوص العائلات وبخصوص الأسئلة اللي سألتها لي زميلي إسلام. ولكن في رسالة أخيرة حاب إني نقولها. ربما الكل يقول يعني إن إحنا في قناة الطنطح وفي غرفة الأخبار متعاطفين جدا مع مجلس شورى توار بنغازي، يعني حنعاود ونكرر نفس الرسالة اللي وصلها مدير القسم اللي هو محمد الخلاب في افتتاح القسم الجديد. قال إن إحنا نحب نسمو كل شيء بمسمياته، هذا الواقع اللي موجودين حاليا في جنفودة، ورغم عددهم البسيط ولكن هذا هم الثوار، هذا هم اللي وصلوا أو اللي هم الشخصيات اللي موجودة حاليا واللي هي تحارب فيهم، هم اللي خلوها اللي تخش لليبيا، هم اللي خلوها توصل لمناطق أو اللي السلطة اللي هم موجودين فيها حاليا. احنا رسالتنا إنسانية قبل ما تكون أي شيء آخر، احنا رسالتنا إنسانية، حاولوا نحن نوصلوا الحق للناس، متعاطفين مع جهة لأن ما فيش إعلام محايد، لكن لا احنا حتى مش محايد ولكن مع الحد، كل يرى الحق من وجهة نظره. واحنا متأكدين إن الشباب اللي موجودين حاليا في منطقة جنفودة هم على حق بدلائل كثيرة، ولكن لأغراض سياسية أخرى من جهات عديدة تحب إن هي تشوه سمعة هذا الشباب وهذا المجلس. وهذه خلاصة الموضوع في الزميل إسلام.
نعم، اذا الزميل عبد الرحمن الترهوني كنت معنا عبر الهاتف، هو المسؤول عن ملف بني غازي في غرفه اخبار التناصح. شكرا جزيلا لك.